يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده هي هداية. نعم. أكايا جمال بنهاي ريكا باقلو ربه نبي صلى الله عليه وسلم ريكا نعدتا نبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، ندل الناس على الطريق، نعلمهم الشريعة، نبين لهم الدين التوحيد. كيجيكا باقلو ريكا جمال بلو دقان بلو ترون دقان بلو بط. أما هداية التوفيق بأن ندخل أحد في رحمة الله أو نخرج أحد من رحمة الله، هذا لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يملكها أحد من بعده. هاي بقاعدة جمال بنهان لو منو أجو ريكا هداية دي آتا بنجو منو تخنم إسلام ريكا جنج بلو إسلام كي نبي صلى الله عليه وسلم كمين سماتة بيب لاي هاي نقدر سين كمين سماتة بيب